بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإبيسود ده إن شاء الله بإذن الله هنحكي في موضوع اسمه الكومنتس. الكومنتس أو جملة التعليقات واحدة من ضمن النقط القوية جدا في وردبريس أز كونتنت مانجمنت سيستم، ونلاقيها في أي نظام لإنشاء المدونات. القصة بتاعت الانتر اكتيفيتي، إن اليوزر يحاول يرد أو حد من المستخدمين له صلاحية إن هو يعبر أو ينتر اكت مع المحتوى إنه يضيف كومنت جديد على بوست معين أو على بيج معينة أو غيرها من النقط دي. طبعا احنا عارفين كويس خالص ان انت اللي بتدي اليوزر صلاحيات ان هو يضيف كومنت او لا من الفيتشر بتاع من ديسكشن، الاو كومنت سواء كان بيج او بوست. طيب البانل بتاع الكومنت ده تجمع الكومنتس ده، لو فتحناه اول حاجه هنبص على السكن اوبشنز عشان ما ننساها، الاوثر وان ريسبونس تو المقال وسبميتد اون، يعني التاريخ والترقيم، كلام طبعا سهل وبسيط. البانل ده فيه الكل دي فلتره، البندنج ده اللي هو مستني الاذن منك، يعني انت ممكن طبعا تعمل كنترول في الكومنتس علشان مش اي حد يقدر يعني البوست بتاعه او الكومنت بتاعه يظهر بشكل على طول، يعني يتنشر بشكل تلقائي بمجرد ما انه يضغط نشر البوست على الكومنت. لا، بيندينج ممكن يستنى الاذن منك ادمنستريتور عشان تشوف ده يصلح او لا، ابروف ده الحاجات المقبوله، السبام الحاجات اللي انت حذفتها، السبام اللي هي مزعجه واللي ترشح حاجات اللي انت حذفتها. يعني انا عندي تعليق واحد بس اللي هو بتاع الادمن، انا بنفس اللي كنت علقت عليه. ولو بصيت على البوست بتاع التعليم الالكتروني كل انا كتبته، انا كتبت تعليق مقاله جيده وعملت بوست، ممكن حد يجي ريبلاي عليا يرد عليا انا تعليق ده على ايه كده في التعليم الالكتروني. فلو بصيت بيقول لك اه ده بوست ده في التعليم الالكتروني عندك تعليق واحد التاريخ بتاعه والادمن والكومنت كان عباره عن ايه، ولقيت انت ان في نقط ثانيه، في انا بروف لو انت مش عايز تقبله، في ريبلاي لو انت عايز ترد عليه من الادمن بانل، في كويك اديت لو انت عايز تاديت الكومنت نفسه بس بشكل سريع، في اديت لو انت عايز تفتح اليوزر بتاع المعالجه، والسبام لو انت عايز تحطه في الرسائل المزعجه، او الاتراش لو انت عايز تحذفه تماما من جمله التعليقات. ده الفكره بمنتهى البساطه في الكومنتس تبع ووردبريس. يبقى البانل ده كله بنستخدمه علشان نمانج بمسألة التعليقات او نعمل بيه اداره للتعليقات داخل ووردبريس از كونتنت مانجمنت سيستم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.